السلام عليكم. ذكرت مصادر إعلامية أن اللاعب الجزائري تواجد في السجن بالسعودية وهو يلعب حاليا مع نادي مناصرة التونسي، حسب ما أكده موقع فوت أفريكا وموقع جريدة المجاهدة. اللاعب السابق لمولودية وهران ووفاق سطيف سافر مع ناديه إلى الرياض لخوض مباراة الذهاب من الدور الأول لكأس العرب الملك سلمان أمام فريق يمني. اللاعب الجزائري لم يعد إلى تونس مع باقي أعضاء الوفد، واعتقل اللاعب من قبل الشرطة السعودية في المطار في طريق عودته إلى تونس يوم 6 أبريل واتهم بالسرقة. الموقع أكد أن اللاعب ترك وحيدا ولم ينتقل أي مسير للوقوف مع الجزائري. ولتذكير، فإن الأمر يتعلق باللاعب عبد القادر بوطيش وهو مشتبه به وليس متهما وهو يتواجد في السجن.